يقول السائل: ما حكم من عليه قضاء بعض أيام رمضان فصام ثم أفطر في نهار رمضان، هل عليه كفارة أم لا؟ نعم، يعني ما حكم من عليه قضاء بعض أيام رمضان فصام ثم أفطر في نهار رمضان، يعني عمدا، هل عليه كفارة أم لا؟ هذا السؤال متداخل، هذا السؤال يتكون من شيئين. الشيء الأول إن عليه قضاء من رمضان السابق ودخل عليه رمضان الجديد وهو لم يقضي، فهذا كما سمعتم يقضي بعد رمضان ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كفارة عن التأخير. والشق الثاني من السؤال: أفطر في رمضان من غير عذر، هذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده مع التوبة إلى الله عز وجل والندم والخوف من الله، لأن التوبة لا تقبل إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول ترك الذنب والابتعاد عنه، والثاني أن يعزم أن لا يعود إليه مدى حياته، الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنب ويخاف من العقوبة. نعم.